جهود محلية حثيثة تبذل لإعمار المدينة الجديدة بوشاكر بالأغواط، وهذا من خلال برمجة إنجاز عدة عمليات تنموية من بينها إيصال المياه الصالحة للشرب لأزيد من 10,000 ساكن على المدى المتوسط. العملية تشمل 3 آبار عميقة في هذه المنطقة وخزانين مائيين بسعة 1000 متر مكعب لكل واحد، وهذا من أجل تمكين ساكنة منطقة بوشاكر الجديدة من أجل الاستفادة بالماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى العملية الشبكات التي تم الانطلاق فيها كالصرف الصحي والكهرباء والغاز. الحصة هذه المستفيد منها تقريبا حوالي 10,000 ساكن. أول البئر بعمق 200 متر بغلاف مالي تقريبا 11,200,000 دينار جزائري. هذه العملية هذه ستستلم حوالي في أقصى حد شهرين، وكذلك عملية الربط من البئر إلى الخزان اللي تم الإنجاز تاعه في غضون 3 أشهر إن شاء الله وبطول 2300 كيلو متر. كما حظيت المنطقة بعمليات مماثلة من شأنها تحسين النمط المعيشي للسكان. تهيئة هذه المنطقة لتصبح كمركز سكني ثاني وتوسعة لمدينة الأغواط، بالإضافة إلى تسجيل عدة عمليات تجهيزات عمومية في القطاع التربوي في القطاع الصحي ومختلف القطاعات الأخرى. وتبقى جهود المصالح المكلفة منصبة حول النهوض بآليات التنمية المحلية بهذه المنطقة التي يعول عليها في توسيع مدينة الأغواط.